ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخواني الأعزاء. اليوم معنا موضوع الذي انتشر عبر مواقع التواصل، اختطاف الطفلة من مستشفى ابن خلدون الرضيع الذي لها يعني طفلة حديثة. عاد لها كملوا العملية القيصرية ساعة واحدة وتم اختطافها، وبطريقة يعني ايش هذه أول مرة يعني تحصل. اسمع القصة كم يعني من والد الطفلة وكيف حدثت، لأن قصص كثرت. هناك من قال مشاكل أسرية، حتى نحن كلنا نظن أنها مشاكل أسرية، لكن تضح الأمر غير مشاكل أسرية، موضوع كبير وخطير. الآن نتأكد من والد الطفلة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطفلة يعني أنا جبت أمها وهي عليها ضروري أنها تقطع عملية. أيوة. وعندما قطعت عملية خرجوها من قسم الولادة إلى قسم التمديد. أيوة، من قسم العمليات. العمليات. من العمليات خرجوها إلى التمديد. إلى التمديد. طيب. وعندما وجدت زوجتي وبنتي كانوا ثنتين نسوان في غرفة التمديد. أيوة. وكانت هذه المرافقة الذي مع الحرمة الذي سكتت. في مرافقة واحدة حرمة سقطت داخل. أيوة هذه كانت معها. نعم. أيوة. وكانت هذه الحرمة أخذت البنت وكانت تحفظها من يعني تصلح لها فاين وتلبسها ملابس كأنها ممرضة. أيوة. وعندما تكلمت مع المرافقين قال لهم أنا كان ممرضة. أنا مرضى. أيوه أنا كان مرضى. أيوه. فهمت؟ أيوه. والمرافقين حقوني وثقوا في بها، وهذا مش مستشفى عام، مش إنها يعني. ما حد يتوقع إنه يحصل هكذا، ما حد يتوقع إنه يحصل هذا. في مستشفى حكومي و. أيوه ما حد يتوقع إنه يحصل هذا الشيء. وعندما وثقوا فيها قال لهم لازم إني بأخرجها إلى العيادة. حضانة. لا للعيادة الخارجية من شان نبغى نصلح لها السر حكاها فيه زي الدم. تمام. وخرجوا خلي رجع. خرجوا معها، خرجت معها المرافقة حقي إلى البوابة ورجعهم الحارس حق البوابة حق قسم الترقيب التمديد. وكان يقول لهم ارجعوا، ورجعت إلى الغرفة. قالت ما معنا الا بدخل بوديها للحضانه. لازم اني بالحق على البنت اوديها للحضانه. تمام. واخذت البنت ودناها الى الحضانه وبندت الباب على. تمام. وبندت الباب. ايه. وخرجت من باب ثاني الى بوابه الرئيسي حق الامن. بوابه الخارجيه. الخارجيه. الى البوابه الخارجيه. الى البوابه الخارجيه. ايه. وعندما خرجت الى البوابه الخارجيه شفت انا اثنين يعني يخذوا البنت. اثنين معاها. ايوه اخذوا. أيوة. البنت الكاميرا حق المرور طلع عنهم. وعندما اخذوا البنت رجعوا الى البوابه الرئيسيه خلف العسكري. ايوه خلف العسكري ولم اشوف عاد بنتي من داخل المستشفى. طيب لما خرجوا بحضنها ولا بكيس كما قيل؟ خرجناها هي اعطناهم اياها يعني من حضنها الى احضانها. من اللي سلمها؟ من اللي سلمها؟ الحرمه سلمت الاحضان. لحظه، من اللي سلم الطفله من بعد اول ما ولدت؟ من سلمها لهذه المراه الانسانه الحرمه؟ الحين لما خرجوا الطفله من بطن الام. تمام. ايه؟ اعطوها من بالضبط؟ اعطوها. اي من اعطاها لهذه المراه؟ من اعطاها؟ ايه؟ وجدناها داخل ونحن قد معنا بنتنا ومعاي زوجتي. يعني من الرضاعة سلموكم الطفلة؟ سلمونا الطفلة. ها هي قد سلمتهم عندكم؟ هي اجت الى عندكم. ايوه يعني سلمت كانها مرضى. ايوه لا افهم، يعني المرضات عطوا الطفلة لامها، يعني المرافقة حق امها. ايوه. هي قد لما عند الطفلة وهي مرقدة شلتها عملها هي الدكتور المرضى. كانها مرضى. وهذول هم لما هم يعني من قرية يا اخي؟ واثقين مش عارفين. يقول لك هذه قراءات طبية مش عارفين باقي الأمر. وتعرفوا لكم عن النساء كيف يعني المقرية، يعني مش عارفين. بنتنا معانا بس مش هذه مش دارنا مرضى.
عموما وايش عاد حدث بعدين خلاص يعني؟ والان كيف وصل الان؟ كيف الامن معاكم الان؟ الان الامن معانا بالنسبه للاخ عواد واقف معك تمام؟ واقف معي تمام ما شاء الله عليه. عواد واقف معه بكل شيء؟ بكل شيء. اخذ مشتبهين؟ اخذ مشتبهين بس لما اشوفهم اطالب انا الان اني اشوف هذول المتهمين او انهم حتى اجيبهم الى المستشفى هل حد يعرفهم؟ لم يوصلون عليهم. طيب بالنسبة هذه إجراءات أمنية خلي عواد يسير يعني كرجل يعني قائد يعني مدير شرطة الحوطة يسير في الإجراءات الأمنية، لكن الكاميرات في كاميرات داخل شقالة ولا ماشي من السيء؟ في كاميرات مرمزة على رمز. على رمز أيه؟ أيوة في حق خروج البوابة حق القسم أيه؟ في عليها رمز. راحب مدير المستشفى لأن يتقاوم معي أي جواب. ليش؟ لا أجاني وقال لي ماذا حصل لك وماذا حصل لطفلة، لا أتكلم معي أنا وكأن الأمر هذا لم يهم. أيه بغلى حاجة. شوف مدير المستشفى أنا اللي داري به له أسبوع قبل الحادثة قدم استقالته. وجد ثاني يوم. جاء ثاني يوم؟ آه جاء ثاني يوم ثاني الحادثة جاء. جاء شغال؟ أجا لم يتقاوم معي أي كلام ولكن يهم الأمر هذا. هناك قصور من المسؤولين. أول شيء مديرية الحوطة وين دورك؟ هذه حصلت في مديرتك، المستشفى في إطار مديرتك وهناك أنت ضايع. وعتابنا للوالد اللواء أحمد عبد الله تركي، يعني هذه حادثة يعني إيش أقول لك؟ يدمي القلب يعني، وحادثة خطيرة تحصل في مستشفى ابن خلدون وفي محافظتك. دعر طيب الرجال قال بيتك. قال بيتك؟ نعم. هذا قال بيتك الاب مرتين لقيت بيتك. قال بيتك ما رضي يدخلوه ولا خلاه يقابلوا فيه، يعني كيف؟ ما يصل هذا الكلام يا محمد يا سياده اللواء يا والد، ما يصل هذا الكلام. تكلمنا اكثر من مره وكان حتى لنا لقاء معك يوم حد يوم موضوع الديزل ما ديزل، وجيناك ما بيتك ورفضوا ما يخلونا نقابله عشان موضوع الكهرباء، وهذا نفس الموضوع. يعني الانسان هذا المفروض انت كولي امر تجي تشوفه، انت تروح تشوفه ايش اللي حصل لك يا ابني وكيف حدث وهذا الحادثة كيف حصلت، لكن ما في مسؤولية، ما في تسيب يا عم احمد، ما يصل هذا الكلام. وقال بيتك قالوا له تعال لحد. يا سلام الله المستعان، كيف يجي لحد؟ عموما الان هذه قصة والد موضوع الطفلة الذي خطفت، والان احنا عن نفسي يعني والناس كلها متضامنين معه، كلنا نظامنا هذه رأي معهم. هذه حادثة يعني بس يعني ايش نقول؟ هذه ارهاب، زعزعة للامن، زعزعة للناس. الحين معي انا الوالدة، والدة الطفل. والدة الطفل ايه؟ لا تاكل ولا تشرب. من هذا طبعا من هذا مصدومة علي. هذه ام كيف؟ راحت علي ثلاث اسر في البيت. كيف؟ امي مقلطة، من اسري بعضهم لم يستجوبوا لأي استجواب إلا على كرب، لا حد لا مهم إلا على كرب. لا حول الله. شوف كيف حالتهم، يعني الآن الأم حالتها تعبانة لا تأكل ولا تشرب، ولا أم الأخ يعني حالتها يرسلها يغلق قلطت لما سمعت دريت بالخبر. هي كانت موجودة داخل؟ لا أمي كلموها في البلاد وهي قدها على قلطة والآن زادها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن يعني نفسنا نحن تاثرنا، كيف اهل الدم يعني اهل الطفله يعني هذا التسيب. نشكر الاخ القائد مدير شرطه الحوطه عواد شنو الذي يقام بالدور وقف معك. عواد واقف معك. نعم. نشكره على اداء واجبه يعني واهتمامه بقضيه الطفله هذه، ان شاء الله انه يوصل الخيوط. وهذا حبينا نقول موضوع الطفلة عشان ما تزيد منشورات الذي كثروا بها، عاد يضيعوا موضوع الطفلة وايش الذي حدث لها، يقولوا اهلها يقولوا موضوع اسر، هذا هو الموضوع اللي حصل. والان نحن يعني انت بتطالب حد يعني بشيء عادك؟ ها؟ طلع تكلم عنها الان اليوم الثالث يمر، اليوم الثالث اليوم حدث. انا اطالب الجهة المسؤولة من الاخ احمد عبد الله تركي محافظ لحد، من مدير امن
من مدير مديرية الحوطة أطالب يعني مدير البحث لم يقوموا باهتمام حتى يصلوا إلى مدير البحث وين؟ مدير الحوطة ولا مدير البحث؟ مدير البحث الحوطة أنا ولا المستشفى؟ لا الحوطة أنا أتكلم. لا إن شاء الله شوفنا علي وكالة إن شاء الله بإذن الله شوفنا ويستجيب بهذا الأمر. لا رحلة بعد أيوة. فهم؟ أيه. دالحين أنا أحملهم هذه المسؤولية وهذه الأسر اللي تدمرت. حسبنا الله. بعد هذا اليوم. ورسالتي برضه الحين ذكرت رسالة للخطفة والله لن تنعمي بأمن وأمان. أقسم بالذي رفع السماء إنش لن تنعمي بأمن وأمان. هذا ظنأ تمام وهذا شيء لا يمكن السكوت عنه. ولن تنعمي بإذن الله مكشوفة. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولن نطيل عليكم الفيديو. هذا اللي حبينا نوضحه للرأي العام وللناس. مالك تفضل. أنا أتكلم لأن أنا أحمل مدير المستشفى الذي هو مهتم بالطاقم الذي هو في يوم الحادث لم يقوم معهم بالتحقيق. مش حقق معهم؟ لحد الآن ولم يقوم معهم بأي تحقيق. بس حقق معهم عواد. أنا عواد مسك لي بس حرمتين لحد الآن ما دراني إيش يتوصل إلى فين. عاد يمكن تحقيقات. أيوة بس عواد اجتهد لكن مدير المستشفى والمحافظ وغيره لم يتموا عملهم كعمل إنساني أو كمسؤولين كمسؤولة. خلاص هذا هو إن شاء الله يشوفوا الفيديو ويقوموا بواجبهم. والأمر متروك الآن للرأي العام. الأمر متروك للرأي العام ونحن واقفين معك. وهذا موضوع وهذا البيت بتنا مش إلا بتك بت الجميع. أنا أشكرك بت الجميع تمام. أنا أشكرك ولا تربطنا بهذا الأخ صباحي أي شيء لكن هذا موقف إنساني وكلنا معه. وهذا البيت بنتنا مش إلا بنته. والله والذي رفع السماء إنا لن يعموا بخير هذول اللي أخذوا وإن شاء الله مكشوفين بإذن الله.